مشكلة في الفهم. الغرض من جلسة النهاردة أن احنا نعلمكم عن الجزء الخاص بحسابات الادخار المتاحة، نوعين من الحسابات متاحة ليك في المستقبل، اللي اسمهم نيويورك 529 Direct Plan Account، وحاجة اسمها Amalgamated Safe for College Bank Account. أيضا حتجيل لك أدوات تساعدك في اتخاذ القرارات السليمة ليك ولأهلك في المستقبل. ممكن تتواصل مع حد من الموظفين عندنا عشان يساعدك في التخطيط لاستخدام الحساب الادخار المناسب ليك. النهارده ده جدول اعمالنا، هنغطي كل هذه المواضيع. هنبتدي بلمحه سريعه عن برنامج تفعيل الكليه، وبعدين ننتقل للخيارات الخاصه بالحسابات الادخار، وبعدين هندخل بعمق في موضوع حساب الدايركت بلان، الايداع المباشر، الخطه المباشره 529 529، وحساب البنك والخطوات القادمة المباردة. لما تدخل في هذا هذه الورشة معنا، معناه أنك أنت بتدرس بعمق مسألة التعليم العالي لأولادك. أثبتت الدراسات أنه الشباب اللي بيتعلموا في جامعة بيكسبوا أكثر بكثير من اللي بيتعلموش في جامعة، بيقول لهم مستقبل مختلف تماما. تذكر أن الأطفال، أن الدراسة بتقول أن الأطفال اللي حتى لو عندهم من 100 ل 500 دولار فقط موفرة على جنب، بيكون في ثلاث أضعاف إمكانية أنهم يدخلوا الجامعة، ثلاث أضعاف غيرهم وأربع أضعاف إمكانية النجاح. خطوات صغيرة ممكن تعمل فرق كبير. دعونا الآن نتكلم عن كيفية عمل هذا البرنامج. وإحنا في أثناء ما إحنا بنبتدي بننتظر بداية البرنامج، هيجي لك فيديو قصير تشوفه. يعلمك إزاي إن أنت ممكن أنت وأقربك وأصدقائك والمجتمع كله يتعاون علشان يزود فرصة النجاح الجامعي لأطفالنا. أساس البرنامج هو التمكين كل طفل في الحضانة من دلوقتي إن هو لما يتخرج من الثانوي يدخل الجامعة. الأسر ممكن أيضا تفتح حسابات خاصة لأولادها عشان يبتدوا التوفير مبكرا بمبالغ تناسبهم، تناسب وضعهم المالي. الموضوع لا يتعلق فقط بهم، إنما أيضا أصحاب الأعمال المحلية والمؤسسات المحلية في كافة أنحاء المدينة ممكن تساهم في زيادة توقعات النجاح للأطفال، وأيضا تساهم ماليا عن طريق المنح المجتمعية. برنامج الـ NYC Kids Rise له هيكلين أو له مكونين، حساب المنحة وحساب الادخار. كل طفل في الروضة بيتلقى مباشرة مبلغ بيستثمر في حساب الـ 529 مبدئيا 100 دولار إلا لو الأسرة اختارت عدم المشاركة. الـ NYC Kids Rise هي اللي تمتلك حساب المنحة الدراسية، وهي بتتلقى بعد كده منح من ممكن الآباء يتلقوا 200 دولار في المستقبل لما تاخد خطوات محددة. وبعدين في حساب الادخار وهو موضوعنا اليوم. ممكن الأسرة تفتح حساب الـ 529 المباشر أو Amalgamated Bank Account بالمبالغ اللي تناسبهم. غير الـ NYC بخلاف الحساب المنحة، فإنه الحساب الادخار تمتلكه الأسرة. للتأكد من أن كل طفل
لديه الموارد والدعم الذي يحتاجه للنجاح. نتوقف هنا ونشوف إذا عندكم أي أسئلة عن طريقة عمل البرنامج. رجاء نستخدمه الـ Q&A، وسميرة هتقرأ الأسئلة بصوت عالي. شكرا سيباستيان. لدينا سؤال من أحد الآباء بيسأله إذا كان لو عندهم حساب 529 بالفعل مع نيويورك، ممكن الفلوس دي تتحط في نفس الحساب ده، المنحة احسبوا المنحة تتحط في نفس الحساب. السؤال ده كويس قوي، في عدد تمنطوع للإجابة. لو عندك حساب 529 مباشر، فده معناه انك انت تقدر تربطه بحساب الادخار. انه في عندنا لازم نعرف انه الحساب المنحة الدراسية بتمتلك الـ NYC Kids Rights، ولا يمكن سحب الفلوس الا لما الطفل يكون جاهز لدخول الجامعة او التدريب المهني اللي في مرحلة الجامعة. سميرة مش عارف كنت عايز اضيف اي شيء للكلام ده. عظيم. في ورشة النهاردة هنغطي تفاصيل اكتر عن انواع الحسابات المتاحة ليكم بعد دقائق، وهنديكم مزيد من المعلومات عن الخيارات المتاحة. سباسيان، يبدو ان احنا عندنا اسئلة تانية من الاباء. السؤال الاول هو: هل المنح الدراسية دي فقط متاحة للطلاب المدارس الحكومية؟ سؤال ممتاز. السنة دي سنة مثيرة جدا لنا، لان كل اطفال الروضة في كافة انحاء المدينة يقدروا يدخلوا في البرنامج طالما انهم في مدارس حكومية او مدارس التشارتر المشاركة هنا في المدينة. فلو طفلك ما بيروحش مدارس حكومية لكن بيروح تشارتر سكول، اسأل المدرسة اللي فيها الطفل ازاي ممكن تدخله هذه الدورة، هذا البرنامج. يبدو عندنا أسئلة تانية يا سباستيان من عملية تفعيل الحساب. بيقول انهم دخلوا على الويب سايت لكن ما قدروش يلاقوا المعلومات، ممكن تفهمهم ازاي؟ احنا سعداء جدا بان احنا نعمل مع الاباء علشان يفعلوا حساباتهم. بالنسبه لطلاب الحضانه الجدد اللي التحقوا ببرنامج جديد، رجاء استمروا في هذا العمل، لكن لما يجي الوقت هيجي لك ايميل ترحيبي ومعاك كت بالبريد، علبه بالبريد بيعرفك ازاي تتخذ الخطوات الاولى في البرنامج. شكرا سباستيان. اعتقد ان عندنا ايضا اسئله عن الحسابات. شكرا جزيلا. في اسئله تمهيديه ممتازه، رجاء الاستمرار في طرح الاسئله في الكيو اند اي. هيكون عندنا فرصه ان احنا نتوقف ونعترف بهذه الاسئله. خلينا نتكلم عن العناصر الأساسية بيسموه البيلدينج بلوكس. البيلدينج بلوك العنصر الأساسي رقم واحد اللي ذكرناه، اللي هو تفعيل حساب المنحة التابع لطفلك. هذا الحساب للأطفال المؤهلين هتقدر انك انت في خلال هذا الربيع تشوفه، تفعله وتشوفه لما يجي لك الإيميل الترحيبي بخصوص الخطوات القادمة. كمان زي ما قلت احنا متحمسين جدا للعمل مع كل أطفال الروضة السنة. فورا العنصر الأساسي الثاني هو فتح حساب الكل الادخار الخاص بالطفل، والثالث هو إيداع الأول اللي هو لا يقل عن $5. كل عنصر اساسي بتكمله بتاخد مقابله $25 مكافاه. احنا النهارده بنتكلم على العنصر الاساسي رقم 2 اساسا اللي هو حساب الادخار. حتى لو كنت لسه ما كملتش العنصر الاساسي 1، يجب ان انت تفكر في العنصر 2
وتفتح حساب ادخار المناسب. النهارده هيجي لك معلومات مش نصيحه ماليه. البرنامج ده بيدي لك نصائح بخصوص او معلومات بخصوص حسابات الادخار المتاحه لك، اللي هي الحجر البناء او العنصر الاساسي رقم 2. ده يخليك تاخد $25 اضافيه لطفلك. في طرق تانية مختلفه كتير، لا يمكن ونقدر نقدم اي نصيحه خاصه بالاستثمار، ولا نقدر نقول لك ايه اللي يجب تعمله ما يجبش تعمله. احنا بندي معلومات وانت تقرر. كل اسره لها ظروف ماليه مختلفه عن الباقي. لازم تتعلم اكتر عن كل من انواع الحسابات دي عشان تفكر في ظروفك الخاصه قبل ما تفتح اي حساب. ممكن نربطك بموارد تفهمك ايه هي الخيارات اللي امامك عشان تختار الحساب المناسب ليك ولاسرتك. عندنا هنا عدد من الادوات تقدر تستكشفها. ممكن تدخل على موقعنا اللي هو NYC Kids Rise، او تزور Financial Empowerment Center عشان يشرحوا لك ايه الخيارات اللي امامك، او ممكن تتصل ب NY529. ممكن الاتصال بالكونتاكت بالاتصال بمكاتب الـ 529 عشان تاخذ معلومات مفصله عن اللي هو 529 دايركت بلان، او تتصل بهم على رقم 877-697-2837. ممكن كمان تتواصل مع الامالجيميتد بانك عشان تشوف حساب الادخار المتاح عندهم. تتصل بالرقم اللي انت شايفه على الشاشه عشان تجد فرع لامالجيميتد بانك. لازم تشوفه في اعملوا جوجل، ولا تقلقوش احنا المعلومات دي هتجي لكم، هنبعتها لكم في ايميل بعد جلسه. خلينا نشوف مراجعه سريعه هنا. سميره هتحط استبيان او تصويت بثلاث اسئله اجابه عنها صح او خطا. حاول انك انت تجاوب على السؤال بقدر الامكان. السؤال هيبان على الشاشة عندك اوتوماتيكيا. السؤال رقم 1، حساب المنحة الدراسية هو الحساب الذي يضع فيه المبلغ $100 الأولية. ممكن تاخد ممكن تاخد مكافآت إضافية عليه لمساعدة ابنك في مستقبله الدراسي. ده سؤال رقم 1، صح أم خطأ؟ طبعا واضح إجابة هي صح. 2، حساب الادخار هو حساب انت اللي بتمتلكه، وانت ممكن توضع فيه فلوس الخاصة بتعليم ابنك الجامعي للمستقبل. اختار صح ام خطأ. رقم 3، برنامج السيفر كارج بيقدم حساب ادخار من خلال اي بنك في مدينة نيويورك. عندنا ثواني، احنا لسه هنسمع الأجوبة. الحساب اللي هو المنحة الدراسية اللي هو $100 الأصلية بتوضع فيه. الإجابة صح فعلا، ويبدو 92% أجابوا صح. رقم 2، حساب التوفير الحساب اللي أنت بتمتلكه وتوفر فيه لتعليم ابنك الجامعي. الإجابة صح، و 83% أجابوا صح، هو ده فعلا صحيح. رقم 3، برنامج التوفير الكلية بيقدم حسابات توفير بخلال أي بنك في نيويورك. 75% قالوا إنه خطأ، وده صح ومظبوط إنه خطأ،
الإجابة فعلا خطأ. احنا عندنا فقط نوعين من الحسابات ممكن نربطهم بحساب المنحة اللي هم ال 529 وحساب Amalgamated Bank. شكرا جزيلا، يبدو أن معظمكم أجابوا إجابة صحيحة، أنا سعيد أن بشوف ده. خلينا ننتقل للحديث عن حساب خيارات الحسابات التوفير. في عدة طرق للتوفير، برنامج التوفير بيفتح فرصة، بيدي فرصة للأسر أنها تستفيد من أحد طريقتين لفتح حساب الادخار وربطه بحساب المنحة. في الطريقة الأولى اللي هو نيويورك 529 Direct Plan، أو حساب توفير الكلية التابع لـ Amalgamated Bank. أنا عاوز أتأكد أولاً أن أنتوا لازم تكونوا عارفين أنه مهما كان الحساب اللي تختاروه، أولاً مفيش مبلغ حد أدنى مطلوب، ممكن تفتح الحساب بزيرو، صفر دولار يفضل بصفر ويفضل مفتوح بصفر. المحظور الوحيد أن Amalgamated Bank ممكن يقفلوا حسابك لو فضل الحساب زيرو بعد 6 أشهر، أو تسع لو فضل 529 لو فضل حسابك زيرو ال 529 ممكن يقفله لك، أو 9 شهور بالنسبة لـ Amalgamated Bank. من الصعب إن أنا أقول لك تختار ده ولا ده، أنت ممكن تعمل إيداع بأي طريقة بالماني أوردر بالشيكات، وأيضا القرايب والأصدقاء ممكن يساعدوك بأنهم يودعوا مباشرة في هذه الحسابات. وأخيرا ممكن أنك تأخذ نفس المكافآت لفتح هذه الحسابات نفسها. خلينا نبدأ أولا بنوعين من أنواع حسابات الادخار. نتكلم أولا عن حساب الـ 529 529. هذا الحساب مصمم تحديدا لمساعدة العائلات على التوفير للجامعة، والفلوس في هذا الحساب ممكن تزيد عبر الزمن، لكن ممكن أن تفقد بعض قيمتها بناء على وضع السوق. هذا الحساب بيجي بتاكس بنفيتس، مزايا ضرائبية. خلينا نقارن ده بالحساب الثاني. الحساب الثاني اللي هو حساب الادخار في Amalgamated Bank، ده اللي هو حساب بيسمح بالتوفير الآمن، وممكن يتخذ عليه فوائد، والحساب مؤمن عليه بحد أقصى 250,000 دولار، ولا يأتي معه مزايا ضرائبية. في بعض الاختلافات بين حساب التوفير في الـ 529 وحساب البنك Amalgamated. في الـ 529 فلوس بتكون مصممة فقط للتعليم الجامعي، السحب من هذا الحساب ممكن يؤدي إلى عقوبات ضريبية، والفلوس فيه متى بتزيد وتقل على حسب وضع سوق الأسهم. أما الثاني اللي هو Amalgamated Bank ما فيش عقوبات على السحب، والفلوس بتاخد فوائد بمعدل منتظم. هناخد استراحة تانية هنا، وقفة سريعة عشان نشوف إذا كان في أي أسئلة بخصوص أي من نوعين الأسئلة دول. رجاء استخدموا الـ Q&A لطرح الأسئلة، وسمينا حتى أهمل لكم بصوت عالي. شكرا شباشيان، يبدو إن إحنا عندنا بعض الأسئلة هيكون من المفيد إن أنت تتكلم عن مين مؤهل للبرنامج، الأطفال في أولى في الصف الأول أو الثاني. ممكن لو سمحت تقول لنا معايير دخول الأطفال، طبعا ده شيء مهم جدا. بدءا من هذه السنة كل طلاب الروضة في مدارس نيويورك الحكومية أو مدارس الشارتر المشاركة مؤهلة للبرنامج. بالنسبة للأطفال اللي هم في قطاع 30 في كوينز، الأطفال لحد الصف الرابع من حقهم يشاركوا في البرنامج. شكرا سباستيان.
خليكم منتظرين، هيجي لكم ايميلات وهيجي لكم بالبريد معلومات مفصلة أكتر. السؤال التالي عندنا يا شباشن، من أحد الآباء بيسأل: هل يجب كل واحد يكون عنده نوعين الحساب؟ أنا مش عارف هل بيتكلم على هل بيقصد حساب الادخار وحساب المنحة، ولا بيقصد كل أسرة لها وضع مالي مختلف عن التانية. إحنا مش جايين هنا علشان نديكم أي نصيحة مالية، لأن دول إحنا جايين عشان نديكم معلومات. تقدروا تزوروا موقعنا الإلكتروني، هيعطيكم فكرة أكتر عن ما يجب عمله ليك ولأسرتك من الناحية الاقتصادية ومن الناحية المالية. الحسابين المتاحين عندنا زي ما قلنا النيويورك 529 والأمالجيميتد بانك أكاونت. نتكلم بتفصيل أكتر فيما بعد. أيضا لتلقي المنحة لست مضطرا أن يكون عندك حساب ادخار، ممكن يجي لك حساب المنحة فقط. ولو أنت عاوز تفتح حساب ادخار فعندنا الخيارين دول مفتوحين، لكن أنت اللي تقرر أيهما الأنسب لك، لكن ما هوش إجباري. ممكن يكون عندك فقط حساب المنحة بدون حساب ادخار. احنا هنديلك معلومات عشان تقدر تتخذ قرار الشيء الانسب لك. ما عندناش اسئله ثانيه في الوقت الحالي يا شباشا. ممتاز. مره ثانيه في طرق ثانيه للادخار غير الطريقتين دول، غير الحسابين دول اللي احنا بنتكلم عنهم النهارده. خلينا نتكلم عن انواع الحسابات. ال529 اللي بتقدمه ولايات تانية، وفي حسابات توفير بتقدمه بنوك اخرى او انواع اخرى من حسابات الاستثمار. في مزايا معينه موجوده في الخيارين اللي قلنا لكم عنهم لإمكانية الحصول على مزايا مكافآت لربط الحساب الادخار بحساب المنحة. خلينا نركز الآن على دايركت بلان 529، حساب 529 المباشر، الخطة المباشرة. خلينا نتكلم على أولا ما هو تعريفه. هذا النوع من الحساب هو خطة استثمارية بترعاها ولاية نيويورك. الاستثمار هو مزيج ما بين الأسهم والسندات. الأسهم هي جزء من شركة، السندات بتكون صادرة من جهة حكومية. هذا النوع من الحساب ممكن يزيد قيمته أو يخسر قيمته على حسب وضع السوق. هذا الحساب الثاني هو الحساب اللي فيه تستثمر فيه حساب المنحة الدراسية، وهو أيضا يمكن ربطه بحساب المنحة الدراسية وتقدر تتابع تطور الفلوس، وأيضا بتكون الفلوس معفاة من الضرائب إلى أن تسحب بالكامل. يعني أي مبالغ تضاف مش هتكون عرضة للضرائب طالما أنها هتستخدم منها في الحساب يستخدم في النهاية للغرض المحدد له اللي هو التعليم الجامعي. في ماذا يمكن استخدام الأموال في حساب؟ ممكن تستخدم للتعليم العالي، مصاريف التعليم العالي،
في المعاهد المعتمدة أو الكليات المعتمدة بما فيها الكليات اللي هي مؤهلة تاخد مساعدة حكومية فيدرالية، والمدارس جامعات في نيويورك زي مدارس الجامعات الخاصة في كل أنحاء البلد وفي الخارج كذلك خارج الولايات المتحدة. وبعض الأمثلة زي لاجواردي كوميونيتي كوليدج وبورو أوف مانهاتن كوميونيتي كوليدج. وأيضا هذا يشمل التدريب المهني، لو شخص مش عاوز يدخل جامعة لكن عاوز ياخد تدريب مهني أيضا ممكن يستفيد منه. الفلوس التي تتوفر في حساب الـ 529 يمكن استخدامها في معظم الجامعات والكليات في الولايات المتحدة والبرامج التقنية، كذلك بعض جامعات ولست طويلة من هذا ممكن تتابع معنا بعد نهاية الجلسة عمل هذه. يمكن استخدام هذه الأموال لدفع مصاريف الجامعة ومصاريف أخرى زي مثلا معدات، مثلا الطفل الولد محتاج أو البنت محتاجة مثلا كمبيوتر كتب. وبالنسبة لقائمة بالمدارس المؤهلة حتى أجدها على الموقع الموجود على الشاشة الآن، ده في كليات في نيويورك وفي أنحاء الولايات المتحدة ومدارس خارج الولايات المتحدة. لو عندك أي سؤال عن هذا الجزء ممكن تسأل، وسمير راح تقول لنا الأسئلة بصوت عالي. عندنا سؤال في الواقع أنت لسه مغطيه دلوقتي لكن ممكن تكرره، هل الحساب الـ 529 فقط مؤهل لدفع الحساب دفع رسوم الجامعة أو المصاريف الجامعة؟ الفلوس ممكن تستخدم في حسابات في دفع رسوم الجامعة أو بعض المشروع المعدات مثلا كتب كمبيوتر، ليس فقط في المعاهد الخاصة ولكن أيضا المعاهد الحكومية. ما تنسوش التدريب المهني أيضا إن هو كمان مؤهل لأن هو أنا مش شايفة أسئلة تانية في الوقت الحالي. حسنا دعونا نستمر. إذن ما هي المعلومات التي محتاجها علشان أفتح حساب 529؟ الحساب في الـ 529 كل من المالك الحساب والمستفيد لازم يكون يا إما مواطن يا إما معاه جرين كارد، لازم يكون في سوشيال سيكيورتي نمبر، ولازم يكون تاريخ ميلاد، لازم نعرف تاريخ ميلاد المستفيد وصاحب الحساب عشان تبقوا عارفين. نيويورك ستيت هتشوف المعلومات اللي انتوا بتقدموها. لازم تعرفوا انه ان انتم لما تستخدم مصطلح الرقم الاجنبي ده بيعتبر كانك مواطن لكن فقط بالاغراض الاحصائيه. ما كنت تشوف موقع الاي ار اس أو تتصل بالخط الساخن لولايات نيويورك لتتعرف على هذه المعلومات، وإحنا هنبعت لكم إيميلات بعد هذه الجلسة فيها توضيح أكثر. الآن سمعتم مصطلح مالك الحساب والمستفيد من الحساب، هذا المصطلح سمعته كثير النهاردة وعاوز أأكد عليكم معنى هذه المصطلحات. مالك الحساب ممكن يكون أي شخص بالغ عنده سوشيال سكيورتي نمبر او اي تي ان نمبر. لو مالك الحساب مش انت لازم تتاكد انه يكون شخص تثق فيه. مالك الحساب هو اللي بيتحكم في مين يقدر ياخذ فلوس من الحساب
وممكن يكون في مالك واحد فقط لكل حساب. المستفيد من الحساب هو الطفل الذي سوف يستخدم هذه الفلوس في الحساب للأغراض المشروعة التي ذكرناها. دعونا نتكلم عن مزايا الضريبية المرتبطة بنيويورك 529 Direct Plan. لو استخدمت فلوس هذا الحساب لمصاريف مشروعة فإنها لن يفرض عليها أي ضرائب محلية أو فيدرالية. ممكن الزوج المتزوجين ياخذوا إلى حد أقصى $10,000 سنويا من الخصومات الضريبية في حساب 529 في نيويورك. دعونا الآن نراجع الذي تعلمناه حتى الآن عن الخطة الـ 529 في نيويورك. سمير الآن تضع لنا استبيان من 4 أسئلة، رجاء جاوبوها بأفضل ما يمكنكم. مرة ثانية ستكون إجاباتكم غير معلومة الاسم. السؤال الأول: لما أفتح حساب 529 فلوسي سوف تستثمر في السوق، صح أم خطأ؟ 2، أنا مش محتاج سوشيال سيكيورتي نمبر أو ITIN عشان أفتح 529، صح أم خطأ؟ 3، أنا ممكن أستخدم الفلوس اللي بوفرها في حساب ابني 529 عشان أدفع رسوم وبعض المصاريف الدراسية زي معدات وسكن طلابي وكتب إلى آخره. سؤال رقم 4: الكليات التي ممكن تستخدم الحساب الادخار 520 لابني فيها لازم تكون 4 سنين، كليات 4 سنين. طبعا الإجابة على السؤال الأخير هي خطأ، ممكن تكون تدريب مهني أو تكون كلية 2 لكوميونيتي كوليج، ليست أبدا شرط تكون كلية من 4 سنين. الآن سوف ننهي هذا التصويت، شكرا جزيلا، ودعونا نرى ما الذي تعلمناه حتى الآن. السؤال الأول هو: لما أفتح حساب 529 فلوسي تستثمر في السوق، 67% أجابوا نعم، وده صحيح فعلا. تذكروا حساب 529 هو نوع من حسابات الاستثمار. رقم 2، أنا مش محتاج يكون عندي سوشيال سيكيورتي نمبر أو ITIN لفتح نيويورك 529. الإجابة خطأ وصحيح، أنتم 83% منكم أجابوا أنه خطأ وده إجابة صحيحة. ننتقل لما بعدها. رقم 3، ممكن أستغل فلوس استخدمتها في 529 لدفع رسوم الدراسة وبعض المصاريف الأخرى المؤهلة زي السكن الطلابي والكتب وما إلى آخره. 100% منكم أجاب إنه إجابة صحيحة وده صح. وأخيرا، الكليات ممكن نستخدم فيها هذه الأموال لا تكون 4 سنين، 83% أجابوا إنه خطأ وده إجابة صحيحة، مش لازم تكون كل 4 سنين. شكرا جزيلا على المشاركة في هذا الاستبيان الرابع. واضح أنه كان شيء ممتع بالنسبة لكم كمان. وقبل ما نكمل ونتكلم عن حساب الأمالجيميتد بانك، عاوز أحط الشريحة الأخيرة دي لهي إخلاء مسؤولية من جانب نيويورك سيتي كيدز رايز، فلازم تراجعوها.
ولأنه نيوكسيد كيرزايز برنامج توفير للجامعة هو منظمة غير ربحية شاف الشراكة مع وزارة إدارة التعليم ومدينة نيويورك، وليست مرتبطة وليست موزعا لبرنامج الـ 529، ولا تحاول الحصول على استثمارات. الآن دعونا ننتقل للـ Amalgamated Save for College Bank Account. الآن سنقدم لكم معلومات عن الـ Amalgamated Bank. هذا البنك، هذا الحساب بيمتلكه الأب والأم أو حد من طرفهم، والمستفيد بيكون هو الطفل. ما هو College Saving Banks Account؟ برنامج الأمالجميتد بانك بيسمح للأسر أنها توفر بطريقة آمنة وتأخذ فوائد على الفلوس. لما نقول مؤسسات آمنة معناها أنها مؤمن عليها تأمين بحد أقصى 250 ألف دولار، مؤمن عليها فيدراليا، بمعنى لو شيء حصل للبنك الفلوس هتفضل موجودة ليك. هذا الحساب تمتلكه الأب الأم أو حد من جهته، وبيستفيد منه الطفل، ولازم يكون مالك الحساب عنده سوشيال سكيورتي نمبر أو رقم تعريف ضريبي لو باسم ايتن. أي سؤال الآن؟ رجاء مرة تانية استخدام الكيو أند إيه، وسميرة هتقرأ الأسئلة بصوت مرتفع. عندنا في الواقع سؤال من أحد الآباء يقول إنه المزايا الضريبية ستكون فقط على الأرباح، إذن التوزيع سيكون بعد الضرائب. نعم، الضرائب المزايا الضريبية بتيجي من الأرباح، تكون معفاة من الضرائب، ولو استخدمت في أغراض تعليمية مؤهلة يمكن أيضا سحبها بدون عقوبات ضريبية. شو باش هنفهم؟ كنت عاوز أدخل بس أقول حاجة إضافية خاصة بالضرائب، المزايا الضريبية خاصة بالـ 529. بالنسبة للمقيمين في نيويورك ممكن تحصل على حد أقصى 5000 دولار معفاة من ضرائبك في نيويورك، وحد أقصى 10000 للزوج وزوجة متجوزين في ولاية نيويورك، بالإضافة إلى النمو المعفى من الضريبي في سنة ضريبية بعينها. وسوف نقدم المعلومات هذه في شكل مكتوب أيضا. شكرا ماري. سمير أي سؤال تاني؟ لا، ما فيش سؤال الآن في الوقت الحالي. حسنا، شكرا جزيلا. ممكن الآن نكمل. الأموال اللي في Amalgamated Save for College Bank كان كنت تستخدم في إيه؟ NYC Kids Rise بتشجع العائلات إنها تخصص هذا الحساب للتعليم الجامعي للأطفال. ما فيش أي قيود قانونية على هذا الحساب ممكن نستخدمها. لو العائلات عايزة تسحب أي أموال من هذا الحساب ممكن تعمل كده بدون أي رسوم أو عقوبات. إيه المعلومات اللي أنا محتاجها عشان أفتح هذا الحساب؟ للدخول في هذا النوع من الحساب مالك الحساب عليه إن هو محتاج إن هو يكون عنده سوشيال سكيورتي نمبر ورقم ضريبي، أيضا محتاج أي دي عليه صورة من صادر من جهة حكومية أو municipal أي دي. ده بتستخدم municipal أي دي لازم تقدم دليل إضافي على العنوان، زي مثلا فاتورة كهرباء
محتاج ايضا العنوان وتاريخ الميلاد، اسم الطفل وتاريخ ميلاده، وايضا اخيرا عنوان الايميل كذلك. بالنسبة لل 529 الاي ار اس بتستخدم التعريف ما هو المزايا الضريبية أو الرسوم المرتبطة بهذا الحساب؟ ليس هناك مزايا ضريبية مرتبطة بهذا الحساب، ما فيش رسوم صيانة للحساب أو شهرية، ما فيش حد أدنى ولا حد أقصى، ولا حد أدنى للإيداع ولا لإبقاء في الحساب، ولكن لو قعدت أكثر من 9 شهور بالرصيد صفر ممكن يقفلوا الحساب. فلحل هذه المشكلة اودع ولو سنت واحد، ممكن تودع أي مبلغ أنت عايز، ممكن تودع أي مبلغ أنت عايزه، ما فيش رسوم على السحب من هذا الحساب. تذكروا لازم تقروا نشرة إخلاء الطرف الصادر عن البنك الأمالجيميتد لما تيجي تفتحوا الحساب. الآن دعونا نراجع الذي تعلمناه ثم سنتكلم عن الخطوات التالية والموارد. سمير الآن سوف تضع لنا تصويتا أخيرا، أوعدكم من آخر تصويت، رجاء نجاوب عليه بأفضل ما لديكم من مقدرة، والأجوبة كلها سرية ومجهولة الأسماء، ما حدش اسمه هيتقال. السؤال الأول، لما أفتح حساب في الأمالجيميتد بانك الإيداع مؤمنة بحتى 250,000 دولار، صح أم خطأ؟ رقم 2، لو عايز أطلع فلوس من حساب الأمالجيميتد بانك لأغراض غير تعليمية ما اقدرش اعمل كده، صح ام خطا؟ 3، لما اودع فلوس في حساب الامجمنتد بانك يتم استثمارها في السوق، صح ام خطا؟ يبدو انه دي 3 اسئلة فقط. ثواني، كمان شايف بعض الأجوبة لسه بتيجي. سميح توقف التصويت، شكرا على المشاركة فيه. لما اودع فلوس في حساب الجبنتد بانك 100% منكم قالوا انه الفلوس بتكون مؤمن عليها، صحيح؟ رقم 2، لو عاوز اخذ فلوس من حساب الجبنتد بانك لا يمكن ان عمل هذا، الاجابه الصحيحه هي خطا. يبدو ان معظمكم فعلا قال كده. رقم 3، لما أودع فلوس في حساب أمالجميت البنك يتم استثمارها في السوق، الإجابة صحيحة هي أيضا خطأ. 71% منكم سأجاب الإجابة الصحيحة. شكرا جزيلا للمشاركة في هذا التصويت الأخير. قبل ما أكلمكم عن الموارد والخطوات القادمة، عاوز أكلمكم عن العنصر الأساسي رقم 3. العنصر الأساسي رقم 3 هو لما تعمل الإيداع الأول $5 على الأقل، كما ترون في الأولى والثانية، الحاجة الأول والحاجة الثانية اللي هم فتح اللي هم تفعيل الحساب وفتح حساب الادخار، كل واحد تاخد معلي $25. ممكن تعمل رقم 2 و3 في نفس الوقت، مجرد انتهاء من العنصر الاساسي رقم 3 تحصل على $25 اضافيه
لحساب المنحة الدراسية لابنك، أو ممكن تستمر للتوفير بطرق تكون معقولة بالنسبة للأسرة. بدءا من اليوم الأول في الصف الأول هتكون مؤهل إنك أنت تاخد موائمة للإيداع في حدود $100، دولار منك قصاد دولار من المؤسسة NYC Kids Rise. مرة تانية، مفيش التزام، مفيش إجبار إنه تكمل أحجار البناء هذه، ولكن لو عايز مزيد من المعلومات ممكن نطلعكم عليها كذلك. لو أنت مهتم إنك تكمل حجر بناء 3 بس مش متأكد إزاي تعمل الإيداع ده، أو رجاء تقرأ الجزء الخاص بالعنصر الأساسي رقم 3، وهيكون في معلومات أكثر في الإيميل الذي سيأتي. هنا كما ترون على الشاشة في شيء اسمه الخطوات القادمة والموارد المتاحة لك. لتعلم المزيد اتصل بأي من هذه الأرقام الخاصة بكل أمالجميتد بانك، أو شوف الموقع الإلكتروني ل nysaves.org، أو ممكن تزور فرع للأمالجميتد بانك أو الموقع الإلكتروني لل 529. لو أنت جاي تاخذ خطوة قادمة وتكمل واحد أو أكثر من العناصر الأساسية، اتصل بNYC Kids Rise الخط الساخن 833-543-7473، أو تبعت لنا إيميل على info@nyckidsrise.org لأخذ ميعاد، أو تعمل موعد تاخذ موعد في مع الفاينانشال امباورمنت سنتر، او تتصل ب 311. لو انت اكملت العنصر الاساسي رقم 3 ومش عارف ازاي تعمل الايداع الاول $5، ساعتها ممكن تزور الجزء الخاص بحجر البناء او العنصر الاساسي رقم 3. والان ممكن تصور الصورة للشاشة دي، وحنبعت لكم في إيميل فيما بعد. أخيرا وليس أخيرا، شكرا 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 للتحق بنا اليوم. لو هذه المعلومات كانت مفيدة، رجاء قولوا لأسر عائلات تانية وخليهم يشوفوا NYC Kids Rise.org، ونحن نغادر هذه الجلسة. سوف يتم تقديم فرصة لكم لأن تعرفوا في استبيان. رجاء عرفونا رأيكم في أدائنا، دائما يسعدنا نشوف رأيكم في أدائنا. أنا وسمية والباقي حنفضل شوية في حالة أن حاجين نسألوا أي سؤال تاني، ولكن لو لا شكرا للحاق بينا. نتمنى لكم ليلة سعيدة، ونرجو نراكم تاني قريب في ورشة عمل قادمة. شكرا شباب. في سؤال موجود من أحد الآباء بيقول: هل ممكن أتلقى 3 مكافآت لو عندك بالفعل حساب 529 مفتوح؟ سؤال كويس. طالما إن هو الإجابة هي نعم، الإجابة هي نعم، تأخذ 3 مكافآت من $25 كل واحدة لو عندك بالفعل حساب I-529 مفتوح. بالإضافة إلى هذا كما ذكر سباشيان، لو عندك 529 دايركت وربطته بالNYC Kids Scholarship هيجي لك $25 مكافأة، ولو أودعت على الأقل $5 أو أكثر في حساب المباشر هتاخد $25 تانية، $25 التالتة. إذن التلاتة خطوات تاخد عليه $75 لحساب طفلك يذهب إلى المنحة الدراسية، حساب المنحة. شباشيان، عندنا سؤال مشابه مرة تانية.
لو عندي بالفعل حساب 529 كيف أضيف تلك الأموال إلى الحساب؟ مرة تانية محتاج إن إحنا نميز ما بين نوعي الحساب وكيف يمكن الإيداع في كل منهما. تمام، كما قالت سميرة الآن، برنامج التوفير للكلية هو يتكون حساب منحة وبعدين حساب ادخار، يعني له جزئان، الانواسي كيزاز بحساب المنحة بتديره فقط بأساس الانواسي كيزاز، ما تقدرش الأسرة الطفل تضيف أي شيء لهذا الحساب. لو حبيت أو مهتم في إيداع، أنك في إيداع أي فلوس لمستقبل ابنك، افتح حساب ادخار. بهذه الطريقة يمكنك أن تودع أنت والأصدقاء والأهل والقرايب. الفلوس التي تودع في هذا الحساب ليست يمكن تبادلها، بمعنى الحساب فلوس الحساب ده ما تروحش الحساب ده منفصلين، تستخدم فقط لمصلحة الطفل في المستقبل التعليمي. أرجو أن أكون أجبت عن السؤال. شكرا شباشن. أيوة، في الواقع يبدو أن عندنا سؤال كمان، هل الخطوات القادمة هتكون لها نفس المعلومات، هتكون تقدم نفس المعلومات ولا في معلومات إضافية؟ ممكن أجيب بالنسبة للورش العمل القادمة، عندنا أنواع مختلفة منها، كيف تختار الكلية المناسبة، المواد سوف تكون هي نفسها. سميرة، هل عاوز تكلم على أي نوع من أنواع الإعداد لهذه الجلسات؟ سيكون هذا ممتازا. لما نسجل الجلسة النهاردة فهذا التسجيل سوف يكون متاحا في آخر الأسبوع. رجاء نشوفوا موقع نيو سيتي كيدز رايز، موقع الإلكتروني الموجود هنا قدامنا على الشاشة. أعتقد أن في شريحة موجود فيها اسم الويب الموقع الإلكتروني لينا. ممكن تزور nyckidswise.org وبعدين حتقدر تشوف قسم خاص بالفيديوهات، وهذا التسجيل سيكون متاحا في هذا القسم. نرجو أن يكون ذلك قبل نهاية الأسبوع. يبدو أن عندنا سؤال كمان من أحد الآباء، لو أنا عندي بالفعل توفير من حساب ابني في البنك، ممكن أقدر كمان ألتحق بهذا الحساب بهذا البرنامج؟ إذا لم أفهم السؤال عيدي. سؤال، لو عنده حساب ادخار ما للطفل في أحد البنوك، فبيسألوا إذا كان برضو لسه ممكن يدخل هذا البرنامج، يعني ممكن ياخدوا حساب المنحة الدراسية؟ طبعا إجابة نعم. في عدد من الأشياء، أولا تذكروا أنه فتح حساب الدخار هو شيء اختياري وليس إجباري، فحتى لو لم تقرر فتح حساب الدخار ممكن تفضل جزء من البرنامج طالما أن طفلك محتاج. لو أنت مهتم بربط هذا بحساب المنحة الدراسية لأنوال سيكت زوايز، خيارين الوحيدين الموجودين الآن هم اللي كلمنا عنهم النهاردة، لو الـ 529 Direct Plan أو الـ Amalgamated Save for College Bank Account. لو عندك نوع تاني من الحساب موجود بالتأكيد ده اختيارك، ده شيء ممكن بالتأكيد تعمله، ولكن مش هتقدر تاخد المكافأة العنصر الأساسي المرتبطة بربط الحسابين ببعض، وكذلك بعض المكافآت الإضافية اللي هي الموائمة الحساب زي ما قلنا وتكلمنا النهاردة. شكرا شباشين. لدينا سؤال إضافي، عملية موائمة الحساب معناها ما معناها يعني؟
موائمة الإيداع. فأول يوم في السنة الأولى الأسرة من حقها تتعاملها موائمة، كل دولار تقدمه أحط دولار بدولار. بحد أقصى 100 دولار، أي دولار تحطه الانواسي كده ستحطه قصاده دولار، دولار بدولار موائمة. شكرا شباب، أنا مش شايف أسئلة تانية. ممتاز، هديكم ثواني كمان لو في أسئلة تانية نشوف. عندنا سؤال بخصوص حساب المنحة الدراسية، هل حساب المنحة الدراسية بيستثمر كمان ولا بيفضل قاعد في الحساب، فلوس قاعدة في الحساب الاقتصادي؟ لأن واسي كده فلوس بتستثمر في سوق السندات زي الـ 529. لو تحب ترجع للشريحة دي يا سيباستيان عشان نقول انه الفلوس المستثمر في حساب المنحة الدراسية ممكن تزيد قيمتها ممكن تقل قيمتها. عندناش أسئلة تانية؟ ممتاز، شكرا جزيلا، كانت أسئلة ممتازة، أعتقد إن إحنا كلنا متفقين على هذا. هاجي لكم إيميلات للمتابعة، إحنا عندنا ناس لطاف جدا هيجاوبوا على أسئلتكم، لو عندكم أي أسئلة لا تترددوا في الاتصال بينا. مرة تانية ليلتكم سعيدة، وأرجو أشوفكم قريب. تصبح على خير، شكرا.